قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل القرآن ميسرا للتلاوة والذكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعظم لنا بتلاوة كتابه المثوبة والأجر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عالي المكانة والقدر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأنجم الزهر والتابعين ومن تبعهم بإحسان مدى الأيام والدهر. أما بعد، فعليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات مع برنامجكم المتجدد، برنامج الميسر في التلاوة، والذي يأتيكم عبر قناتكم، قناة زادن العلمية المباركة. وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإقامة حروف هذا القرآن وحدوده على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن لا يجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، إن ربي لسميع الدعاء. أيها الأحبة الكرام، مقرر التلاوة لهذه الحلقة الآيات من سورة الشورى من الآية 11 حتى الآية 13 من هذه السورة الكريمة. وكما هي العادة في مطلع كل حلقة، نتلو هذه الآيات برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ثم نشرع في استقبال مشاركاتكم وتلاواتكم العذبة الندية المباركة. وسأبتدئ في هذه الحلقة من الآية 10، وذلك لأن الآية 10 مرتبطة بالآية 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. مرحبا بكم أيها الحبيب
الأحبة الكرام، الآن نشرع في استقبال مشاركاتكم وتلاواتكم العذبة الندية. معنا عبر الاتصال المباشر أصدقاء البرنامج علي نصير من الأردن. السلام عليكم يا ابني علي. وعليكم السلام. تفضل يا علي اقرأ. عليك السلام ورحمة الله. تفضل يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا بني علي. إخوانك موجودون معنا سيشاركون؟ من معنا الآن؟ فاطمة. تفضلي يا فاطمة. السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام. تفضلي اقرأ يا بنتي. الصوت انقطع يا فاطمة، يعني نوصي دائما أحبتنا الذين مشاركون عبر برنامج تفضلي يا فاطمة. نوصي أحبتنا الذين يشاركون عبر برنامج الاتصال المباشر أن ينتبهوا إلى جودة شبكة الإنترنت حتى لا تقطع المشاركة ونضيع شيئا من أوقات هذه الحلقة. معنا فاطمة وانقطع الاتصال يا أحبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا بنتي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا الصوت انقطع يا ابنتي فاطمة، لعلك تعاودين مرة أخرى يا ابنتي فاطمة. معنا يوسف وليد من السعودية. السلام عليكم يا يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله شيخنا. بارك الله فيك يا بني. تفضل يا يوسف اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صل يا يوسف، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ومن ينيب. بارك الله فيك يا ابني يوسف. معنا أخوك مازن، أليس كذلك؟ نعم. السلام عليكم يا مازن. عليكم السلام. تفضل يا بني اقرأ. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله. طلع لسانك يا ابني. ذلكم. أيوة. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا. يا مازن مازن، نعم. شوف هكذا اقرأ، جعل لكم من أنفسكم أزواجا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يزرعكم فيه. يذرأكم فيه. سنت. ليس كمثله شيء. ليس كمثله. طلع لسانك يا عود نفسك. كمثله. أيوة. شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. حسبك يا ابني مازن، حسبك. بارك الله فيك يا بني على هذه المشاركة. معنا إلياس خالد من العراق. السلام عليكم يا ابني إلياس. وعليكم السلام. تفضل يا بني اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فاطر السماوات والأرض. والأرض. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. والأرض. أيوة. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وما ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب من ينيب. بارك الله فيك يا ابني إلياس. موجود والدك أم ليس بموجود؟ أبي خارج البيت. يلا بارك الله فيك يا بني. معنا لجين الحسين من مصر. السلام عليكم يا بنتي لجين. وعليكم السلام. تفضلي يا بنتي اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من وما اختلفتم فيه لا. شوفي هنا ميم مساكنة أتى بعدها حرف الفاء، فهنا الحكم التجويدي للميم الساكنة الإظهار. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ركزي يا بنتي ركزي. جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم لا أيضا هنا بد تظهري النون الساكنة ولا أيضا جعل لكم. شوفي اسمعي يا بنتي جعل لكم من أنفسكم جعل لكم من أنفسكم من أنفسكم هذه خطأ. من أنفسكم اقرأي هكذا من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين. الراء إيش عليها يا لجين؟ فتحة بدون شدة. يلا اقرأيها بفتحة بدون شدة. شرع أحسنتي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا بنتي لجين. معنا لارا الحسن من مصر. السلام عليكم يا بنتي لارا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا بنتي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا اسمعي هكذا يذرؤكم فيه يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء
ويقدر إنه بكل شيء عليم. حسبك يا بنتي لارا، حسبك، بارك الله فيك يا بنيتي. معنا حسام العابد من أصدقاء البرنامج من الأردن. السلام عليكم يا أخي حسام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على رأسي يا شيخ، حياك الله وبياك، تفضل يا أخي حسام، أسمعنا مشاركتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين، ابتدأ من قبل، وما اختلفتم فيه من شيء، أول آية التالية. أي نعم، بسم الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أعد، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي، يعني صل لا تقف. نعم، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ما شاء الله تبارك الله، هذا الصوت الجميل والأداء الطيب يا أخي حسام، بارك الله فيك، الله يبارك، وجعلنا وإياكم أهل القرآن. معاي ضيقة نفس، أنا عشان هيك بعد أمرات بوقف بنص الآية. أي عافاك الله. فإذا وقفت في منتصف الآية يا أخي حسام وكان هناك علامة وقف فهذا حسن، لكن إذا لم يكن هذا موضع وقف فالأفضل أنك تعود وتأخذ نفسا وتنطلق، حتى ولو أسرعت شيئا يسيرا في القراءة، لكن حتى إذا استمع إليك مع صوتك هذا الجميل يستمع إلى معنى كامل للآية. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يعني حتى يستمع المستمع إلى معنى كامل في هذا المقطع الذي تتلوه من كلام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا أخي حسام. معنا فاطمة نصير من الأردن. السلام عليكم يا ابنتي فاطمة. وعليكم السلام. تفضلي اقرأي، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق يبسط الرزق رق، يعني لا تحاولي تفخم لأنها مكسورة ومشددة، ومن صفات الراء التكرير غير المبالغ فيه. تفضل يا بنتي. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.
عليهم شرع لكم لا الراء احسنتي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا ابنتي فاطمة. معنا عائشة نصير من الأردن. السلام عليكم يا عائشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنيتي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء معنا عائشة أو ننتقل إلى عمر ننتقل إلى بارك الله فيك ابنتي عائشة. معنا خالد عبد الجواد من السعودية. السلام عليكم يا أخي خالد. معنا الأخ خالد. تفضل يا أخي خالد عبد الجواد من السعودية. السلام عليكم. ننتقل يا أحبة إلى مشاركات الواتساب المرسلة عبر رقم البرنامج. أعطوني مشاركة الأخ أبو خالد الأحمد من سوريا. ريثما تجهز هذه المشاركات المرسلة يا أحبة. من الأشياء التي لابد أن ننتبه لها يا أحبة في تلاوة هذه الآيات أن ننتبه إلى الأحرف التي يكون إلى أحرف القلقلة التي يجمعها قول ابن الجزري وغيره قطب جد هذه الأحرف الخمسة. فإذا وجدت هذه الأحرف على درجاتها الثلاث التي يذكرها علماء التجويد والقراءات نجعل فيها شيئا من القلقلة. فإن لم تكن هذه الأحرف موجودة فلا يصح أن نجعل في صفات بعض الأحرف ما ليس منها. فالآن القلقلة
وشيء من الاهتزاز في نطق هذا الحرف لا يكون إلا في الصفة التي تختص بالحرف، أما يكون أما أن ننطق حرفا ليس من صفاته القلقلة فلا يصح أن نجعل فيه شيئا مثل هذه القلقلة. مثلا سمعت بعض المشاركين، ولضيق وقت البرنامج لا يمكن أن نعلق على كل شيء، إنما نستطيع قدر الإمكان أن نعلق على اللحون الجلية وما يتيسر من اللحون الخفية. فمثلا جعل لكم من أنفسكم أزواجا، بعضهم ينطق مثلا حرف الزاي أز، يجعل فيها شيئا من القلقلة الاهتزاز، هذا غير صحيح. مثلا أيضا ومن الأنعام، سمعت بعضهم يضع شيئا قليلا هكذا من القلقلة، وهذه من الأخطاء أيضا. ومثلا يذرأكم فيه، يذرأكم فيه، يلتبس عندهم حرف الذال بحرف الدال، فحرف الدال من أحرف القلقلة، أما حرف الدال فليس من أحرف القلقلة، فننتبه إلى مثل هذه الأشياء التي قد تكون هي جلية أصلا في أو من أبجديات أحكام التجويد، أو تكون من المعلومات الظاهرة وليست من المعلومات الدقيقة التي لا يعرفها إلا متخصص، خصوصا من درس في المدارس أو درس عند مشايخ أو الأخوات عند معلمات مثلا لمثل هذه الأحكام التجويدية. وإن لم يدرس الإنسان فإن القرآن مأخوذ بالتلقي، أخذه نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وأخذه الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذه التابعون عن الصحابة، وهكذا نحن نأخذ القرآن بالتلقي خلفا عن سلف، وهذه هي السنة في أخذ القرآن. فإذا أخذ الإنسان أو استمع إلى المجودين ينتبه إلى مثل هذه الأحكام حتى تكون تلاوتك تلاوة متقنة، فتكون بإذن الله تعالى مع السفرة الكرام البررة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أعطوني مشاركة الأخ أبو خالد الأحمد من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذ بارك الله فيك يا أبا خالد. أنا لا أعلم من الأحبة، هذه هي مشاركة الحلقة الماضية، وهذا المقرر للحلقة الماضية، فلعله إما أن يكون قد وهم أو أنكم لم تعرضوا يا أحبة المشاركة المرسلة لهذه الحلقة. أعطوني مشاركة الأخ هاني محمود من مصر. جاهزة وليست بجاهزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه،
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا أخي هاني على هذا الصوت الجميل الحسن المؤثر، لكن انتبه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، حاول وأنت تقرأ أن تقرأ من جوفك. بعض الناس قد يعني تشعر بأن الغنة طاغية على تلاوته، وهذا عند أهل الأداء يعني قد يعد شيئا من النقص، لكن حاول أن تقرأ من جوفك، ويعني هذه تأتي بالدربة والعرض على المتقنين ممن يعتنون بالأداء الصوتي فضلا عن أحكام التجويد، وكلاهما مهم حتى تكون التلاوة هذه الجميلة متقن على أكمل وجه. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أنت وقفت، وفي حال الوقف تمد بمقدار حركتين، لأنه مد عوض ولا من اللحون الجلية التي تكثر عند كثير من الناس وحتى من أئمة المساجد أحيانا، أنه هذا المد العوض يمده 4 حركات أو 6 حركات، وهذا خطأ. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هكذا إذا أردت أن تقف. الخطأ أن تقول أزواجا، هذه خطأ. فإذا أردت أن تقف على ما جاء بمد العوض يسمى عوض عن التنوين، فهو يمد بمقدار حركتين. بارك الله فيك. وانتبه أيضا إلى يبسط الرزق، فخم الراء ولا عفوا رقق الراء ولا تفخمها لأنها مكسورة وهي مرققة عند كل القراء. بوركت أخي هاني. أعطوني مشاركة محمود محمد من مصر، أو عفوا أبو مالك من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا أبا مالك على هذا الصوت الحسن الجميل والأداء الطيب. انتبه فقط إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم، أنت كأنك أملت الجيم ولم تحقق الكسرة. الرجيم، انتبه لمثل هذه فاكسرها ولا تملها. بارك الله فيك. نعود إلى الاتصال، الإخوة الذين عبر الاتصال المباشر. معنا عمر نصير من الأردن. السلام عليكم يا بني عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمر اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق يبسط لمن يبسط يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا ابن عمر، حسبك، بارك الله فيك. معنا خالد عبد الجواد من السعودية، السلام عليكم يا أخي خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، أسمعنا مشاركتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. أظهر السين، يبسط يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك على هذه المشاركة الطيبة. نعود يا أحبة إلى المشاركات المرسلة عبر برنامج الواتساب. أعطوني مشاركة محمود محمد من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. حسبك، بارك الله فيك يا أخي محمود على هذه المشاركة الطيبة. أعطوني مشاركة محمد عبد الحفيظ من السعودية، يكمل من حيث وقف من قوله شرع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
بارك الله يجتبي. لعله كاد أن يصحح ما كنت سأنبه عليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ويهدي هو وقف وجعل شيئا من القلقلة في حرف الهاء وفي حرف الهاء، وهذا لحن. بوركت يا أخي محمد. أعطوني مشاركة معتز موسى من السودان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. حسبك، بارك الله فيك يا أخي معتز على هذا الصوت الحسن والأداء الطيب. أعطوني مشاركة أحمد ربيع من مصر يكمل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا أخي أحمد. أعطوني مشاركة يوسف من الجزائر. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. حسبك، بارك الله فيك يا ابني يوسف. نأخذ مشاركة عبد الرحمن حلمي ثم تعطوني يا أبو خالد الأحمد. أعطوني مشاركة عبد الرحمن حلمي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا أخي عبد الرحمن على هذا الأداء الطيب والصوت الحسن والتنغيم الجميل. أعطوني نختم آيتين لأبي خالد الأحمد. أعطوني مشاركته يا أحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من حسبك الدين حسبك ما يا أبا خالد بارك الله فيك على هذا الأداء الطيب وبمشاركة يا أبي خالد نختم هذه الحلقة ونعتذر ممن يعني لم يسعف الوقت إما لعرض مشاركته أو عرضناها لكنها ناقصة وذلك لأجل ضيق الوقت والعذر عند كرام الناس مقبول أيها الأحبة الكرام مقرر التلاوة للحلقة القادمة الآيات من سورة الشورى من الآية 14 حتى الآية 16 من هذه السورة الكريمة ونتلوها الآن ثم نختم الحلقة بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد اللهم أجرنا من عذابك الشديد وأدخلنا جنتك دار الخلود مع الركع السجود الموفين بالعهود يا غفور يا ودود جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وشفى مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين بهذه الآيات وبهذا الكتاب العزيز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك